السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين قناة بالحاج كروميست، تتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. هذا الفيديو رقم واحد من سلسلة شروحات ديال الموديول ديال الأناليز فينونسيير. دونك في هذا الفيديو هذا النهار غادي نشوفوا انتروديكسيون لهذا الموديول، غادي نشوفوا كيلكو ديفينيسيون على هذا الأناليز فينونسيير، غنشوفوا لي زوبجيكتيف ديال الأناليز فينونسيير، ونشوفوا لا ديمارش بوغ ريوسير هذا الأناليز فينونسيير. نبداو على بركة الله. Donc la finance en général ou par définition, c'est l'allocation optimale des ressources financières limitées à des emplois et aux des besoins multiples. Donc je n'ai l'allocation optimale est un équivalent la société à trace à donc les ressources financières limitées, bien sûr les ressources financières dont ont fait des chéricas à la ticonne limitée, que ça faut bien sûr rétablir. Rétablir qu'il y a des ressources naturelles les humaines limitées et des ressources naturelles illimitées, par exemple l'air. الهواء واحد الغوسورس ناتورال اللي هو انيميتي، وكذلك حتى في الشركه راه كاينين دي غوسورس اللي هما ليميتي اي دي غوسورس انيميتي. بارمي لي غوسورس ليميتي راه هما لي غوسورس فينونسيير، يعني الموارد الماليه في واحد الشركه راه اي سو ليميتي. بيان سور كيفاش نديرو لالوكاسيون اوبتيمال ديال هاد لي غوسورس فينونسيير ليميتي؟ ادي زومبلوا ولا ادي بوزوان اللي هما ملتيبل. كتعرفوا لي بوزوان مثلا ناخذ غير واحد ليتر ايمان، لي بوزوان ديال واحد كائن حي، بيان سور لي بوزوان ديالو راه اي سو انيميتي. مثلا اون فوا كي رجعتو غير البيراميد ديال ماسلو، راه اون فوا ليتر اومان تيساتيسفي هذاك لو بوزوان بريمير تساوي تيساتيسفي هذاك البوزوان الاول، يشيرش اساتيسفي لو بوزوان الموالي، اون فوا ساتيسفي لو بوزوان الثاني يشيرش اساتيسفي لو بوزوان الثالث الى اخره. دونك لي بوزوان اي سون ملتيبي انليميتي. دونك اون فوا تساتيسفي لو بوزوان اللي تيبان لك انت راه امبورطون، من بعد تيبان لك اللي بلو امبورطون تدوز انك تساتيسفي لو بوزوان الموالي تيبان لك اللي بلو امبورطون. وكذلك في لا سوسيتي ولا في لونتربريز. دونك في لونتربريز تتعرفوا راه لي زومبلوا لي بيزوان ديال الشركه راه ما تيتسالاوش، عندها دي بيزوان ديكسبلوطاسيون اللي ما تيتسالاوش. دونك اون فوا تيشري واحد لا ماتيغ بروميير تتقلب عاوتاني كيفاش انها هذيك لا ماتيغ بروميير تردها برودوي فيني، اون فوا رجع هذاك برودوي فيني خاصها تشوف كيفاش انها تستوكي، اون فوا تستوكي عاوتاني كيفاش انها تبيعو. وبيان سور هادشي كامل هاد البروسيس ولا هاد لي بيزوان بيان سور راه يل في سوبورت لونتربريز دي شارج فينونسيير. بيان سور داكشي باش قلنا كيفاش انا لونتربريز غادير تخصيص الامثال ديال هاد لي غوسورس هاد الموارد الماليه اللي هما بيان سور ليميتي لهاد لي بيزوان لهاد لي زومبلوا اللي هما ملتيبل. بيان سور لي غوسورس فينونسيير راه هنا تنهضروا على الباسيف اللي فيه تلقاو لي غوسورس، كيفاش انا لونتربريز تقبض هادوك لي زيلمون ديال الباسيف وبيان سور بهم تلبي هادوك لي زومبلوا ولا هادوك لي بيزوان بيان سور اللي كاينين في الاكتيف. وبيان سور هادوك لي زومبلوا ولا هادوك لي بيزوان اي سون عاوتاني ملتيبل. L'analyse financière. Donc l'analyse financière, il y a un ensemble de travaux et de techniques qui permettent, à partir de l'analyse ou à partir de l'étude des documents comptables et financiers. Donc l'analyse financière, il y a un ensemble de travaux, un ensemble de techniques qui, bien sûr, à partir de l'analyse ou de l'étude des documents comptables ou financiers, mais l'objectif est de caractériser la situation financière de l'entreprise, on en arrive la situation de l'entreprise qui va gérer la santé financière de la société qui va gérer. On peut aussi en arriver à l'analyse financière, on peut interpréter les résultats. Donc le résultat il est positif, donc ça veut dire l'interprétation. Bien sûr, l'entreprise a de l'indépendance financière, donc on a un cycle alimentaire, donc on a un trésor net qui est toujours positif. Donc bien sûr, on a un trésor positif, de l'interprétation net qui est positif. رجعت عاوتاني نيجاتيف خصني نقول علاش خرجت نيجاتيف، علاش خرجت نيجاتيف؟ باغ اكزومبل مثلا عندها لي شارج اللي هما بيان سور كي ديباس مثلا لي برودوي ولا لونتربريز اونكاجات باغ اكزومبل في ديزاكتيفيتي اللي ما عندها حتى شي اكسبيريونس عليها وعليهم، ولا لونسات فواحد ولا لونسات واحد لو برودوي مثلا كي ني با رونطابل الى اخره. دونك تدوا انتربريتي هذيك الريزلتا بوزيتيف علاش، نيجاتيف علاش. Prévoir son évolution, donc à court terme et à long terme. Donc à partir ou là, grâce à l'analyse financière, grâce à l'étude ou l'analyse des documents comptables financiers, donc on a l'évolution de la société. Bien sûr, à court terme et à long terme. D'accord. D'abord, je vous diagnostic financier. Je ne vois diagnostic financier. Diagnostic financier, c'est l'action qui consiste à analyser la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements. Soit à partir de l'analyse du bilan comptable, ou à partir de l'analyse d'un CPC, ou à partir de l'analyse du bilan comptable fonctionnel, ou le bilan de liquidité, et l'arrière. Donc, l'analyse, donc, diagnostic financier, c'est l'action qui consiste à analyser. Donc, la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements. C'est-à-dire que l'entreprise a des engagements.
مثلا باغمي لي زونكاجمون ديالها خاصها تخلص الكريدي ديال لا بونك، خاصها مثلا تخلص لي زومبلوي ديالها، خاصها مثلا تخلص لي فورنيسور دون لي ديلي، خاصها مثلا تخلص تفيرسي ليطا لا تي فيا، خاصها تخلص لي اس الى اخره. دونك لونتربريز عندها واحد المجموعه ديال زونكاجمون سواء كور تيرم سواء لونغ تيرم، وبيان سور هاد الدياغنوستيك فرونسي دونك راه تيمكننا اننا ناناليزيو القدره ديال هاد الشركه انها تدي هاد لي زونكاجمون هادو، وبيان سور دون لي ديلي بيان سور فيكسي. دونك دابا نشوفو لي زوبجيكتيف ديال لاناليز فينونسيير. دونك لي زوبجيكتيف ديال لاناليز فينونسيير كاينين بلوزيغ زوبجيكتيف. دونك باغمي لي زوبجيكتيف فيغ لو بوان سور لا سيتياسيون فينونسيير دو لونتربريز، اون ديتيكتون لي بوان فور بور لي اميليوري اي لي بوان فيبل بور لي كوريجي افيك لي بلان داكسيون نيسيسير. دونك لاناليز فينونسيير هي انك دير لو بوان سور لا سيتياسيون فينونسيير. دونك ا ان مومون دوني خصنا نعرف لا سونتي فينونسيير ديال لونتربريز كيفاش دايره، وبيان سور باش نعرف لا سونتي فينونسيير لونتربريز خصني نديتيكتي لي بوان فور. C'est là que les points forts, mais bien sûr, il y a des points forts. C'est une amélioration. Il faut les améliorer. Et là, je vais avoir des points forts, toujours les points forts. Mais à l'heure, c'est au lieu des points faibles. Donc, avec les points forts, bien sûr, l'amélioration des points forts, toujours des points forts. Alors, c'est aussi, en détectant les points faibles pour les corriger. وعاوتاني تنقلب على لي بوان فيبل، يعني مراكز ديال الخلل في الشركه، وبيان سور فاش تلقى هذوك المراكز ديال الخلل هذوك لي بوان فيبل خصني نكوريجيهم، خصني نصححهم. علاش نصححهم؟ باش يوليو دي بوان فور اكور تيرم ولا ا لونغ تيرم. داكو دونك ديتيكتي لي بوان فور وندير لاميليوراسيون ديالهم باش يبقاو دي بوان فور، ديتيكتي لي بوان فيبل بور لي كوريجي باش يوليو دي بوان فور. وبيان سور هنا غادي نكون درت واحد ليكيليبر، بيان سور لي بوان فور بيان سور ديك لاميليوراسيون ديال المهم بقاو دي بوان فور، ولي بوان فيبل بيان سور ديال ردهم دي بوان فور. وبيان سور هنا غتكون عندي واحد ليكيليبر، تكون عندي واحد لا سونتي فينونسيير دونتربريز اللي هي مزيانه. وبيان سور شريتي دار بيان سور ابارتيغ اون فيكسو ولا اون ديتيكتو ولا اون فيكسو ولا باغ ليتابليسمون بيان سور ديال دي بلان داكسيون نيسيسار، وهاد لي بلان داكسيون تكون اما ا كور تيرم ولا ا لونغ تيرم. Donc parmi les objectifs de l'analyse financière, il y a analyser l'indépendance financière bien sûr. Enfin, c'est l'indépendance, c'est-à-dire de la société. Donc c'est analyser l'indépendance de l'entreprise. Qui va gérer l'entreprise vis-à-vis bien sûr l'environnement mondial ou la connaissance des termes de la société. Bien sûr, on a l'indépendance financière. Bien sûr, il y a une ratio. On va discuter la façon sur le chapitre des ratios. Il y a une ratio d'indépendance. خص لي كابيتو بروبر، يعني فاش تجمع لي كابيتو بروبر كاملين خصهم يكونوا سوبيريور على لي ديت. ولي ديت بيان سور هنا درتها بالاس، يعني لي ديت اكور تيرم ولي ديت ا لونغ تيرم. يعني لي ديت اكور تيرم يعني لي ديت ديال الباسيف سيركيلون، ولي ديت بيان سور ا لونغ تيرم يعني لي ديت ديال الفينونسمون بيرمانون. دونك الا جمعت هذوك لي ديت كاملين ديال اللي كاينين في الباسيف خصهم يكونوا ما تساويوش، خصهم يكونوا صغارين على لي كابيتو بروبر. الا كانوا صغار على لي كابيتو بروبر تنقول بان لونتربريز عندها واحد لانديبوندونس فينونسيير. وما تنساوش بان في هذوك لي ديت تقدر لونتربريز مثلا تكون تتأدي واحد القروض واحد الكريدي بيان سور تتخلص عليهم دي شارج، تخلص عليهم دي زانتيغي، وهذوك لي زانتيغي تعتبروا دي شارج فينونسيير. ولا قلنا شارج فينونسيير بيان سور تتنقصوا من لي برودوي، ومالغري هادشي واخا تتنقصوا من لي برودوي واخا تعتبرهم دي شارج فينونسيير تخرج لنا واحد الريزولتا نيت ديكزارسيس اللي هي بوزيتيف. داكوغ، والريزولتا نيت ديكزارسيس عاوتاني اللي هي بوزيتيف فين تتكون بيان سور تتكون في لي كابيتو برو. دونك مالغري هاد لي ديت هادو فيهم واحد لابارتي تتمشي في لي شارج فينونسيير تعتبر شارج، راه مالغري هادشي بيان سور تخرج ريزلتا نيت اكزيست لي بوزيتيف. وبيان سور ريزلتا نيت اكزيست كاينه بيان سور في لي كابيتو بروب، ولي كابيتو بروب خصهم يكونوا سوبيريور على لي ديت. دونك اناليزي لا رونتابيليتي. دونك باغمي لي زوبجيكتيف ديال لاناليز فينونسيير هي اناليزي لا رونتابيليتي ديال الشركه ديالنا. دونك بيان سور فاش نقول رونتابيليتي تنقدر على ريزلتا نيت اكزيست خاصها تكون بوزيتيف، وفاش تخرج ريزلتا نيت اكزيست بوزيتيف يعني لي توتال ديال لي برودوي هما توتال شارج. دونك عندنا تنقول بان لونتربريز لي بيرفورمون، دونك كاينه واحد لا بيرفورمونس عند لا سوسيتي ديالنا. وبيان سور هنا كيخلينا هادشي نطرحوا واحد السؤال، واش لاكتيفيتي لونتربريز اي تيل رونتابل، واش هاد لاكتيفيتي تدير هاد لونتربريز واش مديره للدخل، واش تدخل الفلوس ولا لا. وبيان سور هاد لا كيسيون هادي سا انتريس لي زاكسيونير اي لي ديريجون. علاش لي زاكسيونير؟ لحقاش كتعرفوا لي زاكسيونير، دونك واحد هو لي زاكسيونير سون دي انفستيسور، يعني اشخاص عندهم بيان سور يقدروا يكونوا اما دي بيرسون مورال ولا فيزيك، يعني يقدروا يكونوا اشخاص ماديين ولا معنويين. داكوغ، بحال احمد محمد كيف انه يقدروا يكونوا دي سوسيتي ولا دي زوطخ اونتربريز. داكوغ، تيشرو لي زاكسيون ديال لا سوسيتي. باش انهم يشرو هذوك لي زاكسيون ديال لا سوسيتي خصهم يطرحوا هذا السؤال، يقولوا واش هاد لاكتيفيتي ديال هاد لونتربريز ايتيل رونتابل. لحقاش هذوك لي زاكسيون، هذوك لي زاكسيونير غادي يشرو هذوك لي زاكسيون، راه في لافان ديال ليكزيرسيس، في لافان ديال ليكزيرسيس كونطابل في لو 31 12 من بعد، شنو تيتسناو؟ راه تيتسناو دي ديفيدوند.
تيتسناو انهم يقسموا هذيك الريزلتات ديال ليكزيرسيس، كل واحد ياخد لاباغ مع هذيك الريزلتات ديال ليكزيرسيس اون فونكسيون ديال لي زاكسيون اللي شاريو داكو. داكشي باش هما هاد لي زاكسيونير تيهتموا بهاد لافونتابيلتي ديال لونتربريز داكو. خاصها كل اكسيون غادي يجيب له واحد لاباغ مع هاد الريزلتات. وبيان سور هادشي تيخلينا نطرح هاد السؤال ديال لاكتيفيتي دونتربريز اي تيل رونتابل. من بعد الاناليز فينونسيير تتمكننا ان اناليزيو لا كرواسونس، يعني نشوفوا التطور ولا النمو ديال هاد لا سوسيتي. هذاك كتعرفوا في لو سيكل دو في دان برودوي تيبدا باللونسمون كرواسونس ماتوريتي ديكلا. دونك بيان سور في لونتربريز واحد لونتربريز اللي هي بيان سور بيرفورمون تبدا بيان سور كاين عندك لونسمون كرواسونس ان سيغتان مومون تتكون شويه ديال لا ماتوريتي. فهاديك لا ماتوريتي عاوتاني ان سيغتان مومون تيكونوا دي ديزيزيون ولا دي بلون داكسيون نيسيسير ولا ايرجون باش اننا ناكسيليريو عاوتاني ليكتيفيتي ديال لونتربريز عاوتاني تطلع لونتربريز في كرواسونس ما تبقاش ماتوريتي تولي عاوتاني كرواسونس الى اخره. دونك هادي هي لا كرواسونس ديال لونتربريز تكون توجور واحد لا كرواسونس كونتيني. وبيان سور هاد لا كرواسونس يسوفي باغ لا ديتيرميناسيون تنحسبوا واحد لو طو دو كرواسونس. انا حسبت هاداك لو طو دو كرواسونس ديال لونتربريز شنو غادي ندير به. دونك خصني كومباري خصني نقارنو مع لي طو دو كرواسون ديال لي زوطخ زونتربريز باش نعرف هذيك لونتربريز كيفاش دايره واش لا كرواسونس ديالها مزيانه ولا لا. بيان سور هذاك الكومباريزون ديال هذاك لو طو دو كرواسونس مع لو طو دو كرواسونس ديال لي زوطخ زونتربريز راه خصهم يكونوا افيك لي زونتربريز دو ميم سيكتور. خصهم يكونوا عندهم ميم سيكتور داكتيفيتي بحال مثلا سيكتور داكتيفيتي مثلا سيكتور اوتوموبيل. يعني خص نكومباريو هذيك لو طو دو كرواسونس مع لي زونتربريز اللي عندهم واحد الاكتيفيتي عندها علاقه بالاوتوموبيل داكو سيكتور لوطوموبيل. عاوتاني خص هذيك لا كومباريزون خصنا نحترموا فيها لي طاي ديال السوسيتي. ما نكومبارش واحد تي بي مثلا واحد تري بوتيت اونتربريز مع واحد الكونت اونتربريز داكو ولا واحد ملتي ناسيونال نو. دونك لا كومباريزون بيان سور خصني نحترم فيها واحد المجموعه ديال المعايير باش نخرج بواحد لا باش نخرج بواحد لا كونكلوزيون واش هذيك لو دو كروسون دونتربريز واش هذا لونتربريز مزيانه مقارنه مع لي دو كروسون ديال لي سونتربريز ولا لا. عاوتاني اناليزي لا ليكيديتي. دونك بيان سور هاد الاناليزي لا ليكيديتي كاين واحد كاين ثلاثه ديال لي راسيو ديال ليكيديتي. بيان سور غادي نشوفهم في الشابيتر ديال لي راسيو اناليز باغ لي راسيو. فاش نقول ليكيديتي يعني خصني نخرج في لا تريزوري نيت اللي تكون بوزيتيف. يعني فاش ندير لا تريزوري اكتيف تنقسم منها لا تريزوري باسيف خص تخرج عندي واحد تريزوري نيت دونك كي بوزيتيف. يعني بيان سور ابري افزافوغ اونوري لي ديت ا كور تيرم اي موان اي لونغ تيرم. بيان سور هاد لي ديت ا كور تيرم وديت موان اي لونغ تيرم باش تاونوراو باش تاديهم لونتربريز تاديهم بلا تريزوري نيت تتخلصهم بلا تريزوري ديالها. بيان سور تريزوري اكتيف يعني بعد ما لونتربريز تخلص لي ديت ا لونغ تيرم مثلا فورنيسور دي موبيليزاسيون كريدي ليطا الفورنيسور اللي كاين في لي ديت ا كور تيرم تتبقى لها واحد لا تريزوري اللي هي بيان سور تعتبر تريزوري بوزيتيف داكو. السيناريو المقابل العكس هو فاش تكون لونتربريز عندها واحد تريزوري نيت اللي هي نيجاتيف. هنا تنقول بان لونتربريز عندها بروبليم ديال ليكيديتي يعني عندها مشكل ديال السيوله ولا كان عندها مشكل ديال السيوله راه ما تقدرش اونوري ما تقدرش دير لي ديت ديالها ا كورتير ولا لي ديت ا لونغ تيرم. وبيان سور هنا لونتربريز تولي انسولفابل داكور ولا دخلت لونتربريز في هذا السيركوي ديال الانسولفابيليتي بيان سور غتوقع ريسيساسيون دو بيمون غادي توقفوا لي بيمون ديالها. لي بيمون ديال الفورنيسور ما تخلص لي سالاري ديالها ما تخلص لي ديت ديال الفورنيسور عليها ما تخلص تي في فاكتوري مثلا ديال ليطا ما تخلص لي كريدي ديال لي بونك الى اخره. تتبقى واحد السيتاسيون دو بيمون توقف كاع لي بيمون ديال لحقاش ما عندهاش لا تريزوري ما عندهاش لا تريزوري بوزيتيف. دونك ما عندهاش لا تريزوري باش تخلص هاد ما عندهاش لا ليكيديتي باش تخلص هاد لي ديت كورت تيرم ولا لونغ تيرم. داك الشيء تتبقى لا سيتاسيون ديال لي بيمون. وبيان سور فاش تتوقع لا سيتاسيون دو بيمون راه بيان سور تتوقع لونتربريز جوج الحالات يا اما تتوقع لا فايت ديال هذيك الشركه ولا تتوقع ولا تيديروا واحد لا ريستركتوراسيون ديال السوسيتي. دونك اعاده الهيكله ديال هذيك الشركه باش فاش تكون واحد لونتربريز اللي هي كبيره بزاف وتتوظف واحد مجموعه ديال العمال مثلا اكثر من 300 امبلوي الى اخره. بيان سور راه كتعرفوا راه ديغيغ شاك امبلوي راه كاينه اون فامي. يعني الا خرج هذاك لومبلوي الا فقد الشغل ديالو راه بيان سور هذيك لا فامي هي غادي تفقد واحد الغوسوغ بيان سور واحد المورد المالي الى اخره. دونك هنا تنديرو لا ريستركتيغاسيون ديال الكاسوسي نديرو اعاده الهيكله ديالها باش نحاول بيان سور حتى تقدر تكون اون كولابوراسيون افيك ليطا بيان سور بوغ ايسيي دو سوفي هذيك باش نقدروا اننا باش نقدروا اننا نسوفيو هذيك الشركه داكو باش انها ما طيحش لا فايت بارفوا اوتوماتيكمون طيح في لا فايت داكوغ. ابخي اناليزي لا سولفابيليتي ديال لا سوسيتي. دونك كومو اناليزي لا سولفابيليتي لا سوسيتي شنو هي لا سولفابيليتي؟ هي القوة ولا لا كاباسيتي ديال لونتربريز اونوري سي ديت
وهاد لي ديت بيان سور كيما قلت لكم تيكونوا سواء اكور تيرم ولا ديت ا مويان اي لونغ تيرم بيان سور لي ديت ديال من ديال لي بريتور لي فورنيسور وبيان سور هاد لا سولفابيليتي سا انتريس بيان سور لي بريتور يعني الناس اللي تيعطيو القروض للشركه تي اناليزيو لا سولفابيليتي ديالها واش هاد لا سوسيتي ولا هاد لونتربريز اللي غادي نعطيها انا هاد القرض واش انها الي سولفابل داكوغ واش انها تقدر ترد لي هذاك الكريدي غادي نعطيها وبيان سور سولا سوفي باغ بيان سور باغ لاناليز ديال لا سولفابيليتي ديال لا سوسيتي كيف انه حتى الفورنيسور يقدر يشوف ولي اناليزي لا سولفابيليتي ديال هذيك لا سوسيتي باش يشوف واش يعطيها واحد لو ديلي ديال البيمو ديال ديت اللي هو كبير ولا واحد لو ديلي بيمو اللي هو صغير وبيان سور كاين بلوزيغ زوطخ اوبجيكتيف مثلا نقدروا اناليزيو لي ريسك اللي تقدر انه لي ريسك ديال هاد لا سوسيتي مثلا في لوك 3 ديال كريدي البريتور فاش يبغي يعطيو واحد الكريدي واحد لا سوسيتي يقدروا اناليزيو لي ريسك ديال لو نو رومبورسمون ديال هذاك الكريدي الى اخره دونك هاد لاناليز فينونسيير عندها بلوزيغ بلوزيغ زوبجيكتيف على حساب لاناليست على حساب انت شنو بغيتي تعرف من هذيك لا سوسيتي داكشي باش خليت لكم هنا اوتر يعني تقدروا تلقاو بلوزيغ زوبجيكتيف لهاد لاناليز فينونسيير نشوفوا دابا دونك بالنسبه لهاد الاناليز لان ديبوندونس لا رونتابيليتي و ليكيديتي و سوبابيليتي بيان سور الشهر مازال غادي نشوفوه في الشابيتر ديال الاناليز باغ لي راسيو داكو دونك دابا انا حاولت غير نعطيكم واحد لي دي جينيرال على لي زوبجيكتيف ديال الاناليز فينونسيير ولكن مازال غادي نرجعوا ان شاء الله لهاد لان ديبوندونس لا رونتابيليتي و ليكيديتي و سوبابيليتي من بعد نشوفوا دابا لي ديمارش ديال الاناليز فينونسيير Donc l'analyse financière est basée sur les informations qui figurent sur le bilan, le CPC, l'éthique, l'état des informations complémentaires et aussi sur les informations internes et externes qui ont une relation avec l'entreprise, son personnel et qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur celle-ci. D'accord. Donc, cette analyse financière, ça se base à l'âge, elle est même basée. Donc, par exemple, dire l'analyse financière, je ne sais pas ce qu'on a dit. On a dit des informations. On a des informations, mais on a dit bon. On a des informations, bien sûr, on a dit bon, mais le bilan et même CPC. Et même l'état des informations complémentaires. D'accord ? Qui a des informations, il peut être de source, bien sûr, des informations de source interne. Qui a des informations, bien sûr, il peut être des sources externes. Par exemple, qui a des informations internes, qui a des informations externes. Par exemple, l'information interne, باش ندير هاد لاناليز بيان سور غنعطيك واحد لافورماسيون بحال مثلا قال لك مثلا الشخص اللي مكلف في السوق قال لك بيان سور قال لك مثلا راه عندنا في واحد لا كونتيتي ديال في السوق بيان سور واحد لا كونتيتي تبقى توجور تبقى اكثر من كثر تدوز اكثر من سنه وعطاك لا فالور ديالها هادي شي لافورماسيون اللي هي واحد لافورماسيون اللي هي مهمه بوغ لاناليست وهاد لافورماسيون اللي دي سورس انترن كيف انه يقدر يقول لك مثلا عندنا في السوق راه عندنا واحد لا كونتيتي اللي هي ضاعت خسرات دونك هاد لافورماسيون راه مهمه بالنسبه لاناليست هذه شنو فورماسيون اللي هي انتر خاصه بالشركه كيف انها تقدر تكون هاد لافورماسيون اكسترن كيفاش هاد لافورماسيون اكسترن بحال مثلا درتي لي فاليز وكاين بيان سو كتعرفوا لافينا هي لا فالور كونطابل ديال واحد ليموبيزاسيون في لافان ديكزيرسيس مثلا لقيتي انت هذاك لافينا هذاك ليموبيزاسيون عندها واحد لا فالور هذاك ليموبيزاسيون عندها واحد لا فالور ان مومون دوني ولكن سوغ لو مارشي هذيك ليموبيزاسيون عندها اكثر من هذيك لا فالور سوغ مارشي هذه واحد لافورماسيون اللي هي اكسترن وهاد لافورماسيون بيان سو انتريست لاناليست داكوغ هذيك لافورماسيون تانتيريس لاناليست علاش؟ لحقاش غادي هذيك لافالوغ اللي هي سوبيريور لا ديفيرونس بيناتهم غادي يزيدها يزيدها كوم فالوغ باش انه يلقى لافالوغ اكزاكت ديال هذيك ليموبيزاسيون داكوغ هادي انا عطيتكم الفرق ما بين انفورماسيون انترن وانفورماسيون اكسترن وبيان سور هادي زانفورماسيون انترن اكسترن راه عندهم علاقه بلونتربريز بيان سور البيرسونيل ديالها وبيان سور هادي زانفورماسيون انترن اكسترن هادي زانفورماسيون اللي كاين في لو بيلون سي بي سي وليتيك راه عندهم واحد لامباكت ديريكت ولا انديريكت سور سي سي اما يكون عندهم امباكت ديريكت دونك الامباكت ديريكتومون لا سوسيتي كيف انهم الى امباكت انديريكتومون يعني من بعد عاد يقدروا امباكتيو هذيك ولا اترافير ان اوتر سيركوي اي بوف امباكتي هذيك لا سيتياسيون ديال لونتربريز دونك لا بروميير ايتاب في لا ديمارك ديال الاناليز فينونسيير هي فيكسي لي زوبجيكتيف ديال الاناليز فينونسيير دونك شنو بغيتي تعرف من هاد الاناليز فينونسيير دونك هذاك الاناليست هذاك الشخص اللي تيدير الاناليز فينونسيير ديال لا سوسيتي شنو باغي يعرف شنو هما لي زوبجيكتيف ديالو شنو باغي يعرف من هاد الاناليز فينونسيير دونك شنو هما لي زوبجيكتيف ديال الاناليز فينونسيير تتفيكسيهم من بعد شنو تيدير تيدير لا كوليكت تي كوليكتي تي ايدونتيفي اي تي روتريتي لي زانفورماسيون فينونسيير دونك شتي دير تي كوليكتي تي جمع لي زانفورماسيون فينونسيير تي ايدونتيفي لي زانفورماسيون بيرتينونت تيدير لهم لو روتريتمون حيت هادوك زانفورماسيون سون ديجا تريتي تريتي دون دي كونط الى اخره تيدير لهم لو روتريتمون ديالهم ديال دوك لي زانفورماسيون فينونسيير بيان سور علاش هادشي كامل بور ميتر اون بلاص لي زوتي نيسيسير اناليز فينونسيير دونك حنا فيكسينا لي زوبجيكتيف كوليكتينا
ايدونتيفينا لي زانفورماسيون بيرتينونت، روتريتينا لي زانفورماسيون فينونسيير. دابا غادي نحط اون بلاص لي زوتي نيسيسير اناليز فينونسيير، مثلا نحط البيلون فينونسي، البيلون ليكيديتي ديالي، البيلون فونكسيونيل، نحط لي راسيو، نحط كاع لي زوتي نيسيسير بور فير بور ريوسير هاد الاناليز فينونسيير. دونك كوم دوزيام ايتاب رياليزاسيون د الاناليز اي دياغنوستيك فينونسيير. دونك غادي نبدا داك الساعه غادي نبدا الاناليز، غادي نبدا لا رياليزاسيون ديال الاناليز ولا دياغنوستيك فينونسي ديالي. دونك لا تخوازيام ايتاب هي ديتيرميني لي فورس اي لي فيبلز. دونك انا درت الاناليز ديال ودرت الدياغنوستيك فينونسي، ديتيكتيت لي بوان فور، ديتيكتيت لي بوان فيبل. دونك دابا اش غادي ندير؟ غادي ديتيرميني لي فورس اي لي فيبلز ديال لا سوسيتي. من بعد ايدونتيفيكاسيون دي سين ديفيكولتي فينونسيير. دونك تقدر ايدونتيفي لي سين غير لي سين، كوك هنا شنو قلنا؟ ايدونتيفيكاسيون دي سين دو ديفيكولتي فينونسيير، يعني غير لي سين، يعني ان مومون دوني تقدر لونتربريز تكون عندها واحد ديفيكولتي فينونسيير سواء كورت تيرم سواء لونغ تيرم. دونك هاد لا ديمارش هادي تتمكن ان الاناليست ايدونتيفي هادوك لي سين. دونك مازال غير سين، دونك مازال غير اشاره، اشاره تكتشف واحد الاشاره بان تقدر في المستقبل لونتربريز تكون عندها واحد ديفيكولتي، واحد الصعوبه ماليه. دونك ابري الى ليدونتيفيكاسيون دي كوز دو ديسفونكسيونمون، يعني تي ايدونتيفي تلقى المواقع ديال الخلل، المواقع ولا المواقع ديال الاعطال في بيان سور ديسفونكسيونمون فينونسيير في الشركه. دونك خصو ايدونتيفي هذوك لي كوز، يعني شنو هما الاسباب اللي داروا لنا هذاك ديسفونكسيونمون، ولا شنو هما هذوك الاسباب اللي داروا لنا هاد الاعطال بيان سور الماليه في الشركه. خصو يدير ليدونتيفيكاسيون ديالهم بيان سور. وكم كاتريم ايتاب، يعني لا ديرين ايتاب، هي تروفي دي سوليسيون، بي سوا تروفي دي سوليسيون سوا بروبوزي دي ريكومونداسيون. تروفي دي سوليسيون يعني فاش تكون انت الشركه ديالك ودرتي الاناليز فينونسيير ديالك. دونك هنا في هذه الحاله خصك تلقى انت لي سوليسيون لهذيك لا سيتوياسيون، كاتي لي بوين فور كومون تو فا لاميليوري، كاتي لي بوين فيبل كومون تو فا لي كوريجي. بيان سور اون ميتون اون بلاص واحد البلان داكسيون اللي هو سوا هاد البلان داكسيون سوا تخدم على الكور تيرم سوا الموان تيرم سوا لونغ تيرم. بيان سور كنتي اناليست بيان سور جاي واحد الكابيني اكسترن، يعني الشركه عيطات لواحد الكابيني اكسترن، هنا تي بروبوزي عليهم لي ريكومونداسيون، تي بروبوزي عليهم دي سوليسيون. دونك هما هذوك لي ديريجون ولا الناس اللي مكلفين بالشركه يحاولوا يختاروا بارمي هذوك لي ريكومونداسيون، بارمي هذوك لي سوليسيون، ولا بارمي هذوك لي بروبوزيسيون لي بروبوز عليهم هذوك الاناليست. بيان سور هذوك لي سوليسيون اللي تيناسبوهم، بيان سور اون برون اون كونسيدراسيون بيان سور لي ريسورس عاوتاني فينونسيير ديال لونتربريز. دونك ها تلقيتي هاد ريكومونداسيون عاوتاني، دونك خاصك ترد البال عاوتاني لي ريسورس فينونسيير ديالك. داكوغ، دونك باش انك تكوريجي واحد ليغور ولا باش تكوريجي واحد البوان فيبل، بيان سور الشركة يقدر يكلف لونتربريز دي ريسورس فينونسيير. ورجعوا للديفينيسيون ديال ريسورس فينونسيير ديال لا فينونس، قلت لكم هي لي ريسورس فينونسيير هما دي ريسورس اللي هما كيسو ليميتي. داكوغ، دونك باش انني نكوريجي مثلا، ها هو قال لك مثلا ها عندك واحد البوان فيبل فهاد الصورد ولا فهاد لاكتيفيتي ولا فهاد لا ديمارش. دونك راه خصك دير بيان سور خصك دير ريسورس فينونسيير باش انك ترد هذيك البوان فيبل، ترد بوان فور ولا تكوريجي كاع غير هذيك لا فيبليس. داكوغ، دونك بهذا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو تاع النهار، اللي شفنا فيها بيان سور الانترودكسيون، شفنا دي ديفينيسيون، شفنا لي زوبجيكتيف، وشفنا حتى لا ديمارش ديال هاد الاناليز فينونسيير. دونك بيان سور هاد الفيديو رقم واحد، دونك راه بيان سور راني حاولت نجمع لكم الماكسيموم ديال زانفورماسيون على هاد الفيديو. بيان سور راه واخا هاد جو سي با شحال الوقت، نص ساعه ولا 25 دقيقه، راه ما كافياش باش اننا نهضروا تيوريكمون على هاد الموديل هذا. وبيان سور هاد الموديل عاوتاني راه ماشي تيوريك، دونك هاد الموديل راه براتيك، دونك راه فيه لا براتيك اكثر من لا تيوري. دونك هادشي باش خصكم راليزي كوم بيغي ترتو البال لا بارتي براتيك. دونك حاولوا تخدموا على لا بارتي براتيك مزيان، وبيان سور لا بارتي تيوريك راه او فيغ يا ميزور نتوما تخدموا لي كا، وتخدموا لي بيرون فونكسيونير، تخدموا البيرون ليكيديتي، وتخدموا لي راسيو، وتخدموا لي تاتسو دي جيستيون، وتخدموا الكاف الى اخره. بعدكم نتوما تخدموا هاد لي دوكيمون، وانتم تاخذوا دي نوسيون، تاخذوا دي ديفينيسيون، تاخذوا دي زيدي. داكوغ، يعني لا بارتي تيوريك ما تعطيوهاش اهميه كبيره اكثر ما تعطيو الاهميه لا بارتي براتيك اللي خصكم بيها. دونك الفيديو الجاي غادي يكون فيديو رقم جوج، غادي نشوفوا فيه اول دوكيمون هاد الاناليز فينونسيير اللي هو لو بينو فونكسيونيل. دونك كيفاش غادي ندير، شنو هو هاد البينو فونكسيونيل، دونك شنو هما لي كومبوزون ديالو، كيفاش ندير لا كونستركسيون ديالو، وكيفاش على فان بعد ما ندير لا كونستركسيون ديالو كيفاش ندير الاناليز ديالو. دونك هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه في الفيديو الماجي، غادي يكون فيديو رقم 2 من سلسله الشروحات ديال هذا الموديل ديال الاناليز فينونسيير. دونك الى ذلك الحين بيان سور، دونك ما تنساوش انكم الى عجبكم الفيديو دونك تضغطوا على الزر ديال الاعجاب، تبارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم، وبيان سور تاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم الجديد على لاشين، بيان سور تابوناو في لاشين. دونك الى ذلك الحين حتى الفيديو رقم 2 ان شاء الله، تتمنى ان نلقاكم في صحه جيده، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.